المعركة على خلافة المفتي عبد اللطيف دريان تتحول إلى صراع نفوذ سياسي ومعركة إثبات وجود مستترة داخل الطائفة السنية بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، هذا ما أوردته صحيفة الأخبار. وفي التفاصيل تقول الصحيفة أن طرفي النزاع أي مجلس أمناء البر والإحسان والناشطون الذين تقدم باسمهم المحامي محمد خير الكردي باستدعاء لإجراء تحقيق في أعمال المجلس يخوضان مواجهة بالوكالة عن رئيس تيار المستقبل ورئيس كتلته السابقة. فالسنيورة فهم عقب زيارة الحريري الأخيرة إلى بيروت في شباط الماضي أن تصفية الحساب ستبدأ مع كل من تمردوا على قرار الحريري مقاطعة الانتخابات النيابية الأخيرة ومن انقلبوا عليه. لذلك وفق الأخبار هب رئيس الحكومة السابق إلى نجدة المقربين منه وتحديداً رئيس مجلس الأمناء النائب السابق عمار حوري مستخدماً أدواته داخل المحكمة الشرعية لإثبات أنه لا يزال متحكماً بإدارة اللعبة. في مقابل قيام الرئيس الحريري بالتواصل ودعم رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية للناشطين في دعواهم ضد مجلس الأمناء والتنسيق في الصغيرة والكبيرة، هذا الأمر بحسب الأخبار لم يدركه رئيس المحاكم السنية الشرعية محمد عساف الذي سبق أن نال دعم الحريري لخلافة دريان، فدخل في قلب الحرب الدائرة بين المستقبليين والأكس مستقبليين ولم يحفظ خط الرجعة. وعليه تؤكد معلومات الأخبار أن رئيس المحاكم السنية الشرعية تبلغ رسالة حاسمة من الحريري بالتراجع عن دعمه لتولي منصب الإفتاء. ويؤكد مقربون من الحريري أن الأخير بدأ البحث عن مرشح جديد للإفتاء وأن قنوات تواصل فتحت مع بعض المرشحين لخلافة دريان. هذه المعلومات دفعت بالمكتب الإعلامي الخاص بالحريري لإصدار بيان ينفي كل ما تم التداول به، كما يؤكد البيان أن ما نشر هو من نسج غيال من كتب المقال، وهذا الأمر بالأساس غير مطروح للنقاش إذ أن ولاية سماحة المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين. وتابع أن التوجه الدائم للرئيس سعد الحريري عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات أو المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها وأهدافها، إذ أنه ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي وبكل موجبات هذا القرار.